خامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. بنزم د أركان الإسلام وناغ حج ديش الله رب العالمين شاء الله توفيق وركري. الحج يجب في العمر مرة واحدة. حج بطول عمر كي يوز الفرز دي. وما زاد فهو تطوع. كم تد يوز الندير شي أغا نفلي دي سوابي دي. يجب الحج على من يستطيع. حج بهغا شابان دي واجب دي شاغيك استطاعت ورسروي. إذا استطاع على الحج لابد أن يبادل الحج ولا يؤخر. كلا چه اغي وسو استطاعت پيداشين ولازم خبر را چه جلتي سر حجو كي رستوال دنكي. هذه أركان الإسلام الخمسة، يعني الإسلام بناء يقوم على هذه الأركان الخمسة. دا دا إسلام پنز بناغاني دي چه داغ بنياد أو داغ دا إسلام بناء چه كم دا پنزو ستنو بانده ولا. لو أسقطنا رقن من هذه الأركان انهار البناء وهو الإسلام والله أعلم. كچرتا يو رقن هم دا دينا آخوشون دا إسلام بلدنگ چه كم دا دارا غرزيگي والله أعلم.